يريد رئيسا تأتمنه المقاومة اللبنانية على إنجازاتها ومكاسبها، فلا يستعملها للمقايضة بل للمواجهة. ما كنا عارفين شو رح يعملوا عسكريا، ما عنا تفاصيل أبدا. نعم عملنا خطة عسكرية، بس نحن عملنا الخطة العسكرية تبعتنا مش تنساعد. كان في آلية للتنفيذ بأول ست أشهر شو بده يعمل مع أجندة كل جمعة شو فيه. إن الرئاسة تعلن انتخاب الشيخ بشير جميل رئيسا للجمهورية اللبنانية. لبنان منه وطن أو مسيحي، إنما لبنان وطن للمسيحيين ولغيرنا كمان إذا بدهم.